قبل. انا اعطيك المايك بوسطون غير نبسطلك باش تعرف. الله يجازيك بخير والله، راك عزيز علينا بزاف وكنستافدوا منك غير والله العلي العظيم. لا حول ولا قوه، كتبعدوا بحال شي واحد اللي كيبعد وكيضرب، راه ما يمكنش اصاحبي. راه قرب باش تمكن الضربه. جاوبني تبارك الله عليك. هكا اخويا ما كرهناش اخويا الناس اللي يسيرونا وبحال هكا ونمشيو موراهم لي مالا، ويكون شحل الهمام. ها ويا خيل الله اركبي وزيد وزيد، راك عارف بلا ما نقول. هكا اخويا تبارك الله عليك، كتعرف دابا الثقافه محدوده عند المغاربه، خص دائما تبارك الله عليك. هاك ما يكفي. والاخ اسمح لي، انت الاخ داخل دابا داير مسلم، علاش داير النيكنيم مسلم؟ باش تبين لهم راك مسلم؟ النيكنيم ديالك تيبان فيه واش انت خصك تدخل مسلم باش تبين الناس مسلم؟ المسألة ديال من الخارج، الخميني كان تيناضل ضد الشاه من الخارج ودار انقلاب في الداخل. اش غيديروا لك؟ غيجيو يديروك خنشة تناضل معايا حتى في المغرب؟ يلا تقدر تهز السيف معايا ونمشيو نحاربوا، تقدر تفعل العافية. غندخل المغرب انا وتناضل من المغرب. راك من اتحاد طلبة المغرب خريج جامعة السيه والناضل من اي بلاصة دخلت، ما كنخاف انت شي واحد. ولكن فين غندخل؟ انتوما فيكم على الهضرة. انت نيت، انت بوحدك، انت ناضل، ناضل حنا ناضلك من برا، انت ناضل من الداخل حنا من برا. ولا بغيتي عاد دير الرويضة في دير العصا في الرويضة، فهمتي؟ هذا هو الاشكال الاخوان. فالنضال راه ماشي هو تقتل الملكة، راه داروا انقلاب كاع العسكر وفقير وما نجحش انقلاب. يدخل واحد في الطيارة يقتل كلشي، ولكن بغاو يديروا انقلاب ويبقاو حيين. انت دابا غتناضل معايا تبقى حي، غتعطي الجسم ديالك تشعل العافية، وانا غادي نريبو جماعة حسان. تقدر ديرها، باغي تبقى حي. راه فقير وهرم امه والعسكر كاع اللي عندهم وسائل الانتاج وما داروش انقلاب. واش كاين ولا ما كايناش الاخوان؟ لان خص الوعي. اش غادي تغير؟ اش غادي تغير؟ كنناضل بطريقة فكرية، كنناضل لأن بلادي هادي. كنناضل وتنقول الحوايج، ماشي أنا ضد المغرب. ولكن إلا كنتي ضد الطيف، هادشي مسلم ودار لك أتاي مسوس، وما قلتيش أتاي مسوس كتنافق. غتقول لي والله أتاي لحلو. ما بقاوش ننافقوا داك اللعبة ديال المغرب راه زوين. لابد تنتقد بلادك. باش تمشي تعرف شنو هما النقط ديال الضعف، ماشي تبقى هذيك عاش الملك والزرابين فروشة في الطريق. فهذاك كذوب. ولا داير جلابة وكتجيبو داك عمر القزابري كيبقى يدير لي تجيب الخطبة ديال وزارة الشؤون الإسلامية، والإمام اللي كيقول الحق وكيدير الخطبة ديالو تيحبسو بالإمامة في المغرب. ها اللي كيدير الخطبة ديالو ما تيختمش بالخطبة الرسمية اللي كتجي من الرباط، تيلصقو عليه وتيحبسو. فهمتي؟ النضال راه ماشي النضال، تقدر تناضل بأي مكان. الرسول راه هاجر باش كيدافع على الدعوة الإسلامية. الرسول بنفسه اللي هو كاع إنسان غير عادي وهاجر الاخوان ياكل لا من اجل الدعوه. والهجره ديالنا اللي خرجت هو الوعي الشقي، ماشي ضد بلادنا. ما كاينش العماله الاخ، لو عطاونا الانتيغراسيون في الوقت اللي تخرجنا ودرنا الخدمه المدنيه غادي تبقى تتربي الناشئه. غتبقى استاذ السيك الاول ولا الثاني، وغادي انك تلامذ كتربيهم انت بالثقافه ديالك وتحاول. ولكن وقع واحد النوع ديال الظلم ضد الشباب. هادوك الفواسة تغاوى الاخ، هادوك الفهريين كيجي عنده باك 84 شاد الوزارة، والناس راه تاكل العصا حدا مجلس النواب دكاترة، فهمتي؟ وباقي هاد المشكل باقي. هما كاع ضامنوا كاع اتحاد طلبة المغاربة واللجنات المجازين العاطلين ولاو فيهم خمسة ديال اللجان، راهم ضاربونا بعضياتهم. وكاين البركاكة، كاين البركاكة في الجوامع، كاين البركاكة في المدارس. فهمتي؟ هذا هو الشاش. الشعب تيبركك ضد خوتو. ما عندك ما تقول لي يا الاخ سميتو، انا فهمتك بلاتي محاجه بلاتي. لا لا، هذا مسلم، فين راسك راه انت مسلم وكينهضر حنا تنهضر هرسو. انا هربان، انا ما هربانش الاخ، كون هربت انا امريكان سيتيزن كاع نجي نهضر معاك انا بالعربيه، كون مشيت عند امريكان علاش غنجي نضيع وقتي معاك انا؟ انا في الولايات المتحده الامريكيه، كون هربت. مش متفقين معايا الاخوان؟ هربت انا، كون هربت ما غنجيش عندك انا. انت مسلم هربت انا، انا غادي نخسر معاك الهضره. انت باغي دير انا هربت لان اختك هذيك بغات تلصق عليا والدري ولدها. انت شي مسلم؟
دير لي العصا في الرويضه، دير راسك تعيق، ختك ختك هربت ختك سحرات ليا وكلاتني مخ العصبه. انا يا حل الارض هاك اللعبه ديال تسحب راسك مسلم منين داخل السميه بغا يتقربنا، دخل دير ابو مسلم، زيد حداها ابو، زيد حداها الشعار ديال ابو باش تولي نيت مزيانه، دير ابو مسلم. راه يحمل التقى والله راه يحل الارض، راه حنا راه مغاربه راه فهمتي، راه نعرفك انت منين كتخرى، الخريه ديالك نعرفها كي دايره، انا راه مغربي على الاخر ما تجيش تعاير معاك. انا تنهضر من خلال الشيء اللي كنحس. ماشي غادي ندخل نقول لك انا مسلم، انت كدير راسك زعما، والله الا دخلتي للجنه انت بعدا، انا نحلم لك بالله، والله يلا خذ هذه من عندي انا في هذا النهار هذا. والله الا خليتي لا دخلتي للجنه، لان انا ما غنسامحش لك. لان انت كتستفز خوك المسلم. انا ما غاديش نسمح لك والله خير يغفر لك. يلا صافي شتي دابا اش خديتي من عندي؟ انا رايح للارض. لا ماشي مالك، هذا ماشي مالك السي القلاوي، انا ماشي مالك، انا مغربي كنجي كنهضر معاك من القلب ديالي، ما كنجيش تلوطك على اختك ولا جاي تلوط على امك ولا جاي نعطيك سيبير ادمين باش نتلوط لك على اخوك. هادي انا مغربي تاجي كنهضر معاك، راه دابا مشيت في الكمبيوتر ونخرج لبرا، راه حدايا واحد بتيت بلاج ومشيت نتفرج في التروم، ابقى مقابلك انا. مصيبه بعد الله كل ما يكاتل. انا صافي نريح نبدا نستمع، تنجي كنهضروا معاكم يقول لي ادخل دير انقلاب، ودير انقلاب على داركم، دير انقلاب على اختك مسلم اللي في الامارات اللي مشات حلاقه. انت يا سي مسلم بدا انت بعدا هو الاول، عاد جيت تدير لي العصا في الرويضه. الله كل ما انا طلع دافع على راسك، طلع فرغ، انا راه ما غاديش نسمع، غادي ندير ميوت، غادي نمشي ندير نمشي نقصي على الاخوان. دابا راه 11 38 دقيقة. لا راه شفت واش كيدير، كيطلع غير هو اللي عايق زعما، هو زعما اللي جحال مسمار، هو اللي عايق زعما. اجي دخل المغرب. المغرب مالو ديال باك؟ المغرب راه ديال المغاربة. وعاش الملك.